سبق لديهم 12 ابنا وابنة، مات 11 منهم وما بقي إلا واحد وهو ليس موجود الآن. ذهب إلى الخارج يبحث لهم عن طعام، لأنه في الصباح حضر لهم طعام وانتهى وما بقي طعام آخر. تخيل أن تجرح هذه الأم الضعيفة 11 مرة. الأم كبيرة بالسن، عمياء لا ترى، والأب كبير بالسن أيضا نظره بسيط، وأبنائهم 11 ابن مات الواحد تلو الآخر من سنة 84 إلى سنة 92 وهم يموتون ابن وابنة. كيف لقلبها أن يستحمل كل هذه الآلام طوال هذه الأعوام؟ والوضع مزري حقيقة، ويعني الحال يرثى لها، وهم في الحقيقة صابرون محتسبون. اللي يخفف عنهم يقولون على كلامهم هم هي العبادة، اللي يخفف عنهم قيام الليل الصلاة وعبادتهم وذكرهم لله عز وجل. لكن أتدري كيف عوضها الله تعالى؟ لقد رزقها ربنا سبحانه بابن قد عوضها عن الأبناء السابقين جميعا. من أجمل المناظر التي أحب رؤيتها في حياتي منظر ابن يبر والديه. هذا الماما؟ ماما هي. الابن يتفرغ لطبخ الطعام لوالديه، لم يخرج لنزهة مع أصحابه، لم يتزوج وينشغل بزوجته عنهم، بل قد وهب وقته لهم وهو فرح بذلك، وهو يصنع طعاما خاصا لهما يكون لينا جدا ومذابا، لأن والدي لا يستطيعون مضغ الطعام. فقلت له: وكيف تأكله أنت وهو كذلك؟ فقال: هو يقول بس يعني إذا هي تحب تأكل أنا أكل معها. نعم، إنه أحيانا يطبخ طعاما لا يشتهيه، ولكن إذا أحب الطعام والداه أحبه هو أيضا، لأن طعم البر أعذب من الطعام، بل إنه يطعم أمه بيده ويغسل يديها بيده ويحملها بيده ويغطيها ويهمز رجلها، وكأنه مجموعة من الأبناء يهتمون بأمهم وليس ابنا واحدا فقط. إنه يتفنن في بر أمه لدرجة أنه لا يعمل في كل يوم، بل يعمل يوما ويترك العمل يوما لكي يعتني بأمه وأبيه. هل لديه أصحاب؟ هل لديه أصدقاء؟ صاحب غير والدي. وأنا ليس لي وقت لغيري، كل وقتي لهم. اللهم يا جزاك الله، ترك أصحابه لأجل مصاحبة والده ونعم الصحبة. هل هو عندما يتعب يحس بالسعادة؟ مركز يعني والدك كده لنتها محاضر يومي فرحات مدر يومي سعيد مبسوط فرحات مدر يومي فرحات مدر يومي يقول أنا أفرح كثيرا وأنا مبسط كثيرا فرحات مدر يومي مبسوط مية مية يعني مبسوط مبسوط. وهي أيضا تحب أن تسمع القرآن منه. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون.